ذلك نستمد من هؤلاء الشهداء المزيد من العزم والثبات، وننظر إلى تضحياتهم الكبيرة. جئنا هنا لنقول أننا نحب هذا الوطن، وأننا مخلصون لهذا الوطن، وأننا الأحرص على أمن واستقرار هذا الوطن. من حقنا أن نرى وأن نقول وأن نعبر عن رأينا بأن الاستقرار وأن الازدهار وأن التقدم في هذا الوطن لا يمكن أن يحصل مع سياسات تتنافى مع ذلك على الإطلاق. جئنا لنقدم ولنعلن هذه الرسالة ليسمعها من في الداخل، وليسمعها العالم كل العالم، أننا نهدف إلى الاستقرار ونهدف إلى أمن الوطن. لم نقدم سابقا ولن نقدم اليوم ولا غدا على أي عمل يضر باستقرار البلد وأمنه، ولكن ما نراه هو ما يتنافى مع الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم.